أخرى. المشكلة الكبيرة أن الرئيس بوتين ليس لديه كثير من قواد القوة البشرية والمعدات القتالية المختلفة، لا يعتمد على التعبئة الجزئية التي ربما أعلن عنها في 21 سبتمبر الماضي بتعبئة 200,000 جندي روسي. لكن دعني أقول لك أنه منذ حوالي أسبوع تحديدا بدأت جثامين الجنود المعبئين في الاحتياط التعبئة الجزئية يعودون من مسرح العمليات الأوكراني. حتى أنا تابعت منذ يومين مؤتمر صحفي للرئيس بوتين في أستانا بعد اجتماع خاص برابطة دول الكومنولث، وكان هناك نوع من الهجوم المبطن من قبل بعض الصحفيين الذين سألوه مباشرة عن حالة عدم رضا التي بدأت تتصاعد مع عودة جثامين جنود معبئين احتياطيا لم يتلقوا القدر الكافي من التدريب ومعنوياتهم إلى حد كبير منخفضة، وهم مجبرون على أن يقاتلوا في أراض غير أراضيهم. ولقضية لا يبدو أن بوتين حتى الآن قد أحسن روايتها وأحسن ربما يعني ضبطها في الداخل الروسي. إذن حد ربما ما يحاول أن يبنيه بوتين من الصور التي نشاهدها على الساعة للدمار الذي لحق بكييف وبليفيف وبأوديسا وميكولايف وخيرسون ومناطق أخرى، هو يريد أن يرسل إشارة أو رسالة في جزء منها إلى الداخل الروسي، خاصة المتشددين القوميين، بأن حملته العسكرية ما زالت تعمل وأنه ما زال ينجح بشكل أو آخر. خيرسون